السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. هذا الدرس راح يكون عن اللاب. إذا بنهاية كل شابتر احنا نعرف إنه لازم يكون عندنا لاب وحد نتعود على اللابس. الكويستشنز احنا كملناها. اللاب المطلوب من عندك، أنت مفروض من عندك تعمل مجموعة يوزرية على مجموعة جروبس، وهذا الجروب واليوزرية أنت حتحتاجهم لأنه أنا حطلب من عندك مجموعة شغلات في هذا الجروبس. لو ما بتتذكر كيف تعملها ممكن تراجع اليوزر والجروبس مانجمنت الشابتر اللي قبل هذا الشابتر اللي هو شابتر 6. اول لاب لك انه انت بتجي تعمل شيرت جروب انفايرومنت، تعمل فيها اثنين دايركتوري. هذا الدايركتوري احدهم اللي هو حيكون الداتا اكاونت، الدايركتوري الثاني حيكون سلاش داتا وات از ذات اوكي سلاش داتا سيلز. تعمل هذه وتعمل لك ايضا جروبين، طبعا هذا دايركتوري. اوكي انت اليوم راح تعمل دايركتوري، هذا اول لاب. تعمل دايركتوري اللي هو داتا اكاونت، وتعمل لك دايركتوري اخر اللي هو داتا سيلز. حلو، تعمل لك ايضا جروب اللي هو جروب سيلز. اوكي جروب السيلز حيكون مالك لهذا الدايركتوري اللي هو السيلز، وايضا تعمل لك جروب اكاونت، وهذا الجروب اكاونت حيكون مسؤول والمالك عن الدايركتوري اللي اسمه اكاونت، وتتاكد انه الجروب اكاونت هو فعلا هو يمتلك الدايركتوري للاكاونت، وكذلك بالنسبه لي السيلز. اوكي طيب هذا اللاب الاول. اللاب الثاني بتعمل كونفيجر للبيرميشن، انه اليوزر الاونر اللي طبعا انت مفروض تكون روت، والجروب الاونر اللي عنده فول اكسس اللي هو الروت اوف كورس على هذا الدايركتوري، مفروض من عنده ما يكون اي بيرميشن، ما يعطي اي بيرميشن للاذر، ما يعطي اي بيرميشن للاذر. الاذر ما يقدر يشوف هذا الجروب. يعني انت تعطي بيرميشنز بحيث انه اليوزر اونر اللي هو مفروض يكون روت، والجروب اونر اللي عنده فول اكسس لهذا الدايركتوري مفروض ما يعطي permissions لمن؟ للأذر، وتتأكد انه الأذر ما عنده أي permission. أوكي عن طريق كوماندات معينة، وحتى لما تيجي تعمل new files أو directories في داخل الداتا structure، يعني هنا داتا عندك account وعندك cells، مفروض من عندك انه الأذر ما يشوفوا هذا الشيء. ما لي علاقة انت تشوفه شون، ما لي علاقة، ما لي علاقة. إذن حتعمل configure the permissions so that the user owner which must be root and group owner have full access to the directory. There should be no permissions assigned to the others entity. Also make sure that the others will get no permissions on newly created files and directories within the entire data structure. اللاب الثالث المطلوب من عندك انه انت تيجي تعمل كونفيجر. هذا الكونفيجر بيسمح لك، بيسمح للممبرز لجروب السيلز انه يقرا الاشياء اللي موجوده في الداتا اكاونت، يعني الموجودين هنا ممكن يقرون ريد. حلو، كذلك تتاكد انه الممبرز اللي موجودين في الاكاونت لهم حق القراءه اللي موجود الاشياء في الداتا سيلز. يعني create a configuration that allow member of the group cells read files in the directory slash data slash account. Also make sure that the members of the group account have read permission in the directory slash data slash cells. لاب الرابع اللي بنحتاجها اللي هو تتأكد انه كل ال new files في كلتا ال directories بيتوارثون من الجروب الاونر اللي هو داتا سيلز والداتا اكاونت دايركتوريز، بمعنى انه كل الفايلز اللي يتم تنفيذها في الداتا سيلز حيتم امتلاكها من قبل جروب سيلز، وكل الفايلات اللي موجوده في الداتا اكاونت يتم امتلاكها من ضمن الجروب داتا اكاونت. حلو، يعني ensure that all new files in both directories inherit the group owner of the data slash cells and data slash account directory. This means that all files that will be created in slash data slash cells will be owned by the group cells, and all files in slash data slash account will be owned by the group account. آخر لاب بقعدنا، لاب الخامس، ensure that تتأكد انه الusers
مسموح لهم فقط انه يمسحوا الفايلات اللي عائده لهم اللي هم خلقوها، وهذا الشيء احنا اخذناها. So ensure that users are only allowed to remove files of which they are the owner. Okay. إذن بهيك حالة إحنا بنوصل لنهاية chapter 7. مبروك عليكم ونلتقي إن شاء الله وياكم بالchapter القادم. ولا حد ليقعد يسألني أستاذ خلاص الريد هات؟ الريد هات ما خلاص، إحنا في البداية. إذن حنلتقي وياكم في الدرس القادم. مع السلامة.